السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا حرفين واي اتجاههم عكس بعض وبينهم ثلاثة خطوط في النص، تمام؟ جينا الواي اللي تحت عملنا لها واي تانية بس عكس الاتجاه، تمام؟ وعملنا لها كمان حرفين واي من الجوانب. فقامت الواي اللي فوق زعلت، قالت واي ايش معنى دي عنده انا ما عندي حاجة؟ قلنا لها طيب هنعدل عليك لكن هنخليك على شكل لا مؤاخذة يعني صرصار، فهنعطيكي 2 انتنة على اساس يعني مفترض و 3 pairs of legs، تمام؟ فقامت دي رجعت زعلت، قالت انا ابغى زيها. قلنا لها طيب هنعطيكي كمان 2 pairs of legs عشان تتساوي القسمة. طيب بعدين عندنا واحد ولد طفل صغير اسمه بيكا. بيكا ده معلش يعني عمل بيبي على نفسه، اللي هي بالانجليزي ايش؟ بس، تمام؟ فبعد ما عمل على نفسه يعني شعر بالأسى، شعر بالأسى، فمن كتر الأسى بكى، وبعد ما بكى شكى. طيب طفل صغير هيشتكي لمين يعني؟ طبعا هيشتكي لأمه اللي اسمها مين؟ اسمها أيكا. أيكا بنت مين؟ أيكا بنت لابرنث، تمام؟ عندنا بيكا posterior inferior cerebral artery، posterior spinal artery، anterior spinal artery، بعدين بكى posterior cerebral artery، شكى superior cerebellar artery لأمه أيكا اللي هو anterior inferior cerebral artery، بنت pontine branches و labyrinth branch بعدين، تمام؟ وهنا هنعطي ميدل سيريبرال ارتري وانتيريور سيريبرال ارتري مره ثانيه بسرعه السريع. حرفين واي عكس بعض، بينهم ثلاثه خطوط. الواي الاولى رجعنا رسمنا واي عكسها، ورجعنا رسمنا كمان اثنين واي على الجهتين. فاللي فوق قالت واي، قلنا لها طيب حنعدل عليك لكن لا مؤاخذة على شكل صرصار، 2 أنتنة 3 pairs of legs، تمام؟ فدي رجعت زعلت، قلنا لها طيب حنعطيكي كمان 2 pairs of legs. عندنا ولد صغير اسمه بيكا عمل بيبي على نفسه فإيش؟ فبكى، عفوا فعمل بيبي على نفسه، فمن كتر الأسى بكى، تمام؟ وبعد ما بكى شكى. طيب طفل صغير هيشكي لمين؟ هيشكي لأمه اللي اسمها مين؟ أيكا. بنت مين؟ بنت لابرنث. ونعطي هنا ميدل سيريبرال ارتري انتيريور سيريبرال ارتري، تم بحمد الله.